صالحنا طبعا ونتفرج على ماتش كويس. بس ده اللي نقدر نقوله، ربنا يوفقنا يا رب. مصر هتفوز، وبناء على النتيجة اللي كانت امبارح بتاعت أوغندا التعادل 1-1، إن شاء الله الأمل كبير إن مصر تفوز ويكون النصر لينا، انتصار لينا إن شاء الله. الله بإذن الله فوز مصر على الكونغو يعني 2-0 أو 2-1 بالكتير الأول، وأتوقع إن اللي هيجيب الجوان محمد صلاح إن شاء الرحمن الرحيم. واتمنى بقى ان شاء الله ان الجمهور يظهر بمظهر حسن، وان شاء الله يعني تبقى فرحه مصر في خلال فرحه اكتوبر من نصر الى نصر ان شاء الله يعني باذن الله.